بدي اذكركم مشاهدينا انه اكيد نحن مع بدايه شهر اذار ابتدينا الحمله الخاصه بقانون السير واكيد الاشارات المروريه وكل الامور المتعلقه بسلامتكم الخاصه وسلامتنا اكيد على الطرقات، لهالسبب حبينا انه انتم تشاركوا معنا بعالم الصباح، تقدروا تبعتوا لنا حيلا فيديو، حيلا صوره بتشوفوها على الطريق بتلفت لكم نظركم، بس بليز صفوا على جنب اذا بدكم تصوروا الصوره، مش انتم ماشيين يعني تصوروها او تصوروا الفيديو لحتى نكون بمشكله نصير ب 100 مشكله. بقى يا ريت تقدروا تشاركوا معنا بعالم الصباح من خلال هالصور والفيديوز اللي تبعتوا لنا اياهم على رقم الواتساب الخاص بعالم الصباح، اذكروا اسمكم وايضا فيكم تشاركوا كل هالامور المتعلقه بحملتنا واللي نحن اطلقنا عليها شعار والك عين، هاشتاج والك اندرسكور عين مع سؤال او علامه السؤال كويستشن مارك لحتى نقدر نشاركها ايضا على كل مواقع التواصل بعالم الصباح، على عالم الصباح على التويتر على الفيسبوك وايضا على الانستغرام، وكل شيء عليكم تعملوه انه كمان تبعتوا كل الامور اللي حاسين هيك جعبلكم هيك تفشوا خلقكم فيها على صفحتنا الخاصه بالفيسبوك وتخبرونا عن الاشياء اللي بتشوفوها على الطريق اذا ما حابين تبعتوا لنا صوره معينه. راح نتابع هلا لحتى نشوف شو هي مخالفه اليوم. وإلك عين. وبالنسبة لسؤال اليوم المتعلق بجسر المشيط، أمل عم بتقول لصراحة ولا مرة، وصابرينا عم بتقول بصراحة كتير قليل لأنه بياخد وقت، وعم بتحيي كل كادر العمل. مزبوط، يعني بتلاحظوا قديش العالم هيك بيقولوها بصراحة، يعني في خجل لأنه أوقات بيعتلوا همه يمكن بيطلعوا على الدرج تبعه، أوقات في بعض الاكسبشنز أو الاستثناءات للأسف موجودة على طرقاتنا أنه بيكون في درج من جهة، من جهة تانية ما في درج، يمكن لازم يحطوا لنا كاب يمكن لحتى نطير يمكن من الجهة التانية. على كل أمل إنه نقدر نتحسن أكيد بكل الطرقات وكل الأمور تصير موجودة لحتى تسهلكم حياتكم وحياتنا. رح ننتقل مباشرة لعند شادي ورشة ملح. أحبائي صباح الخير من جديد لتاني وقفة اليوم مع الشيف شادي، وأول ترويقة كانت الجبنة الحلوم المشوية مع الزعتر، وحطينا بقلبها يا شهدي البندوره والزيتون والقصص كلها سوا يا بي، والبصل كمان، عصير حامض اذا بدكم شوي صغيره، دبس الرمان اذا بدكم شوي صغيره، ملح وفلفل. كمان اجتني فكره امبارح مش اليوم، لانه امبارح فكره الفاصوليا، كان عندي فاصوليا يابسه، جينا شو عملنا فيها؟ جينا نقعناها. اليوم الشيف شادي اجا وسلقها، يعني هذه الفكره كمان كتير حلوه. نحن هلا بشهر الصيام، الكتار منكم اليوم بحبوا الفاصوليا ورز او الفاصوليا القاطعه من دون لحمه، وكمان الفكره اللي رح اعطيها هلا هي محل الفول فاصوليا، يعني نحن بناكل فول مدمس رح نعمل فاصوليا مدمسه. شو عملت؟ من الثوم من الملح جينا دقيناهم كمان طريقه كمان الحلوه اللي رح اعمله هلا، رح اخذ شوي صغيره من الفاصوليا ما رح كتر هيك، رح اجي انا كمان اهرسهم خليهم هيك، اخذ منهم كمان اللب تبعهم تيعملوا لي هالصلصه كمان الحلوه، طلعوا كيف، رح احط فوقهم من البندوره، بندوره مقطعه، كمان البندوره رح اجي كمان اهرسها شوي صغير، يعملوها بهالطريقه كثير طيبه، وطعمت كمان ميه البندوره تعطيها طعمه كثير جميله. وهلا يلا يا شيف شادي بنحط الفاصوليا اللي بدنا نعملها، عندي انا اربع صحون رح اعملهم، طلعوا كمان شو حلوين، بننزل شوي صغير المي وبنخلي شوي مي بقلبهم، ويلا زيت زيتون، عصير الحامض، نعنع اليابس عليهم، طلعوا كيف كتروا شوي صغيره، قرفه، ملح و فلفل. لكن صار عندنا الثوم، عصير الحامض، الملح والفلفل البندوره، وعندنا الفاصوليا، ومحل الفاصوليا فيكم تستبدلوها مثل ما قلت قبل بالفول او بالحمص، وتعملوا نفس الطريقه اللي شيف شادي كمان عملها هلا، وبتتقدم
مع خبز العربي او خبز التنور مثل ما عملت انا. لكم كمان الخبز عندي، التنور موجود، طوش بعقد. وهلا بنحط كمان على وجه من زيت الزيتون. طلعوا كيف؟ يلا يا شيف شادي هون، هودي كمان للشباب، وانا رح خلي شوي صغيره لالي، اوكي؟ تكمان دوقون بعد شوي. بهالطريقه بناخذ زيت الزيتون، خلينا وهون هيك لايكو كمان ترويقه بتعقد بتجنن. وبنزين اذا بدنا بهالاوراق الحلوين من اللولا روسا بطريقه سريعه. وعندي انا السلاده اللي قدمتها قبل شوي بصحن كمان طويل شلناه لانه ما قدرنا كمان اكلنا منها، رح ناكل منها هذا الصحن هيك، نقدمها طريقه جميله. طيب لكن صار عندنا سلاد الجبنه او جبنه الحلوم المشويه، عندنا الفاصوليا المدمسه مع الخبز التنور، عندنا البطاطا على النار اللي عم بسلقهم حتى بعد شوي صغيره بدي اهرسهم تنعمل فيهم كبه طحين الحمص. يعني بطاطا رح مسلوقه مهروسه بارده، رح نخلطها مع طحين الحمص ويصير عندنا مثل الكبه، رح نحشيها بقلبها بالسلوبر والزبيب والطحينه، شغله كمان كثير حلوه. والاجمل كمان من هيك ورح نفرجيكم كمان شو هي الخلطه اللي هي بنحطها بقلب الملفوف المحشي، وهي خلطه الفريكي. اليوم رح نعمل لحمه مع الفريكي مع الثوم، وانا عملت نص الطنجره موجوده هون اذا بتلاحظوا، عم يغلوا على نار خفيفه مع النعنع اليابس مع القرفه او غيرهم او غيرهم. طيب لكن البطاطا صارت موجوده عندي انا، هالمحشي ملفوف كمان موجود، رح نشوف مع بعضنا بس شوي صغيره هل لانه ممكن حدا ما يتابعنا بعدين. الحشوه هي عباره عن الفريكي، الفريكي هي هون لايكو كمان، الفريكي شو عملنا فيها؟ اكيد غسلناها ورح نشوف بعدين على الساعه 12:25 دقيقه بس نرجع الشيف شادي كيف بنغسلها وكيف كمان بنخلطها مع اللحم المفرومه مع الثوم مع الملح والفلفل والقرفه، وحطينا بقلبها كمان من الكمون، وحطينا بقلبها من النعنع اليابس. وهيدي هي الحشوه للملفوفات، الملفوف اكيد موجودين، المي صارت على النار، البطاطا على النار، لكن شو عاملين؟ في شغله امبارح تذكرتوا انه قلت كلمة ادامامي، هل ادامامي امبارح ما قدمناهم، نسينا، نسينا جوزيف نقدمهم. اليوم رح نرجع نفرجيكم شو هي الطريقة البسيطة تنقدم فيها الادامامي اللي هو فول الصويا. غيدا نرجع لعندك. أكيد رح نتابع بعد لحظات مع روى. واليوم إذا كنتوا قاعدين بالبيت أوقات وسمعتوا صوت عم يحكيكم، يكون أوقات جسمكم عم بيقول لكم شيء، ما تطنشوا، اسمعوا شو عم بيقول لكم. رح تحكي عن هالموضوع بالتفصيل روى على ساحة السلامة بعد لحظات، خليكن معنا.